بجد الترحيب بحضراتكم معايا في الاستوديو استاذ خالد العاشري الناقد الرياضي. استاذ خالد برحب بحضرتك. اهلا بيك. نور. اهلا بيك في هذا اليوم الجميل. على طول جميل بيك. الله باذن الله. الله يخليك حبيبي. يعني خلينا امبارح واحنا كنا بننقل لايف للمؤتمر الخاص بانشاء استاد الاهلي ان شاء الله بامر الله اللي هو حلم لجماهير النادي الاهلي. اعتقد ان حضرتك كنت متواجد يعني في هذا طبعا. المؤتمر انت بتكتب ايه؟ خلاص بقى احنا هنتكلم بقى سيب الكتابه دلوقتي. لا لا عشان الذاكره بس. خلينا نتكلم بجد على هذا الاستاد اللي احنا ان شاء الله ان شاء الله بامر الله لو اتعمل هو ليس فقط للنادي الاهلي هو لمصر بشكل كبير. يعني الانفراستراكشر او البنيه التحتيه للاستادات في مصر هتزيد استاد مميز من خلال المؤتمر اللي احنا شفناه ومن خلال التفاصيل اللي اعضاء الشركات اللي كانوا موجودين كانوا بيوصفوه بتفاصيله والفاسيلتيز اللي كانت موجوده فيه. استاذ خالد راي حضرتك في المؤتمر وراي حضرتك في تفاصيل الاستاد ان شاء الله اللي هيتعمل. جميل. اللي هنقوله ده ملوش علاقه طبعا بحوار الانتخابات خالص. لا 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 انا ما كانش تمام اصلا. أوكي. انا احنا هنا ما بنتكلمش. لا عشان الناس في ناس هتسمع فعايزين بس نفصل لهم نقول لهم دلوقتي بنتكلم يا جماعه على حلم اصبح قريب من ارض صحيح. الواقع صحيح. عايزين نقول لهم ان كل ما هو اهلاوي والكثير من المصريين في قمه السعاده في هذه الفتره طبعا بهذا الـ الصرح اللي بقالنا سنين بنتكلم فيه. صحيح. احنا اتكلمنا امبارح قبل المؤتمر قلنا ايه؟ ده مش كيان للنادي الاهلي زي ما انت قلت. لا يا جماعه ده كيان لمصر. دي حاجه بتتعمل لمصر، حاجه جديده بتتعمل لاول مره في الشرق الاوسط بالنسبه لنا احنا بالتركيبه اللي هيعملوها لنا دي. حاجه عظيمه جدا، حلم كبير جدا. احنا كنا من كام سنه فاتت اكتر من 10 سنين كنا بنتكلم في قصه ايه؟ ان احنا عايزين حوالي وانا قلت لك 300 مليون علشان نبني استاد ملعب كرة القدم بمدرجات بغرف خلع ملابس باركنج دخول وخروج ويعني شوية حاجات عادية ملعب كرة كأنه ملعب جوه نادي يعني. لما الأمور بتعدي دخلت في سكة انك انت عايز فلوس كتير قوي والفلوس زادت أضعاف لما بدأنا نفكر ان احنا نعمل مؤسسة مش استاد. وده اللي احنا قلناه امبارح. سينما، مسرح، مكاتب، قاعات مؤتمرات، قعدات، مولات. لا يا جماعه زي ما اتفقنا انه هو مش مجرد استاد خلاص، ده بقى مكان قلنا حياه. دي حياه، لون جديد من الوان الحياه. حضرتك تاخد الاسره بتاعتك توكل على الله تروح على هناك. زي ما قلنا برضو امبارح نصا كده الملعب جزء من هذه المنظومه. طبعا ملعب كره القدم جزء من هذه المنظومه. تقدر تتفسح انت مجرد انك تتفرج على المنظر الاستاد من بره. يعني احنا بنتفرج على صوره وانت اكيد شفت ده بره في اوروبا. منظر تحفه يعني تحفه. وعجبني طريقه الوصف امبارح في المؤتمر الراجل وبيقول لك اول حاجه تشوفها اول ما الملعب طبعا يعتبر قريب من القاهره واسكندريه ساعه زي ما احنا بناخد ساعه لبرج العرب. لا انت بيت كمان بتوع اسكندريه هيجي ساعه لده. طريق فاضي تماما تنزل على الاستاد راسا. عندك محاور دلوقتي كمان بتتعمل في الطرق الرئيسيه زي الفل السريعه. لا ومداخل الاستاد لاول سواء مره بقى اللي جاي من الاقاليم عندك محور رود الفرج يبقى متواجد على طول بشكل كبير. تمام. كل ده برضو عشان بس الناس وخد بالك كمان يعني. ايه عشان الناس يعرفوا اربع مداخل للاستاد. اربع مداخل يعني اربع طرق مختلفه. مش اربع بوابات، اربع مداخل. كل مدخل هتلاقي له عده ابواب. تمام. يعني عمليه الدخول زي ما اتفقنا هتبقى سهله جدا. وانك تعمل الاستاد هنا هتتخلص ان شاء الله ان شاء الله من قصه انك تلاقي عساكر محاوطين ومكسرين الدنيا وزحمين لك الدنيا وعاملين لك قلق. هتفاجئ بانك زي ما اتفقنا داخل باعصاب هاديه. داخل تستمتع فعلا. ممكن تبقى قاعد من بدري قاعد هنا او هنا او هنا تخلص بتروح بقى اي جام عاد الماتش. وقت ما هيجي ميعاد الماتش ان شاء الله يعني نامل طبعا ان ده يحصل يعني وقت ما يجي ميعاد الماتش معاك تذكرتك برقم اللي نقول عليه هتخش تقعد زي الفل. ايه بقى الحاجه اللي هنقف برجلينا بقى ان شاء الله بقى لا مفيش وقوف بقى خلاص نشوف على رجل على الكرسي والكلام ده ان شاء الله. الوضع بتاع المبنى يؤهلك انك وانت قاعد كانك قاعد في السينما مش هتحتاج تقوم تسقف لملك الترسو وفريد شوقي ولا حاجه. هتشوف كل حاجه في الملعب وتشوفها جميله وانت قاعد خلاص يعني. بس على فكره في ملحوظه خد بالك، مساله الوقوف دي مساله لا اراديه. انت عارف ان في الملاعب الاوروبا برضو بيحصل يعني في لحظه من اللحظات لو لعيب مهم خارج مستوى معظم الجمهور قايم بيسقف. لو في لعبه حماسيه فجاه بتلاقي الجمهور قايم. دي حاجات لا اراديه. صحيح. لكن احنا عندنا بس بنقف من اول دقيقه. صحيح. هتلاقينا من اول ثانيه متحفزين وكل واقف عامل كده لو سمحت اقعد لو سمحت اقعد. صحيح. ده الحلم اللي انا متاكد وانت متاكد وكل الناس متاكدين ان كل اهلاوي في مصر
بعيدا عن اي حوارات هيسعد وهيفخر لانه الحدوته اللي شغاله اليومين دول ده كلها ايام وتخلص وكل واحد هيرجع صحيح. كل الاهلاويه يرجعوا في بيتهم تاني اصحاب واخوات واصدقاء ونكمل مع اي حد هيبقى متواجد واي حد موجود هيكمل والناس هتكمل معاه ونستمتع يعني خلينا اقول انا عايز احذر من حاجه بقى ان احنا من مكاننا هنا تمام احنا بنخدم النادي الاهلي ماشي يعني انا واخواتي الزملاء اللي موجودين في الاخراج والاعداد احنا همنا هو النادي الاهلي وليس ان احنا بنخدم شخصيه لا او الناس كلها عارفه من اول يوم احنا ماشيين ازاي فبالتالي احنا هنا جزء من كيان النادي الاهلي فبالتالي لازم تتفهم ان احنا لما بنيجي نعرض حاجه زي كده بنعرضه عشان ده هو للنادي الاهلي طبعا واولاد الاولاد الجايين مستقبل طبعًا. مصر ومستقبل الاهلاويه طبعًا. في الفتره طبعًا. القادمه ده المستقبل طبعًا. اللي موجود بالنسبه للنادي الاهلي سواء فرع التجمع الخامس ده الماكيت على فكره بتاع فرع التجمع الخامس اللي امامكم ومش الاستاد ده الماكيت الخاص بفرع التجمع الخامس ده المستقبل الاعضاء ومستقبل جمهورنا وكل حاجه بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد ان حاجه مميزه كميه ملاعب موجوده يا استاذ خالد سواء بقى التنس طايره هتطلع ابطال من خلال الملاعب دي ما انت عشان تطلع طبعًا. ابطال تحفه والنادي الاهلي دائما هو اللي بيطلع الابطال دائما النادي الاهلي المنتخبات الوطنيه بتعتمد على النادي الاهلي في خروج ابطال من هذا الكيان فانت لما تعمل ملاعب بالشكل ده وبالعدد ده اكيد عدد الابطال هيزيد بامر الله فبالتالي بس دي كانت نقطه مهمه جدا ان انا اقول ان احنا بنخدم النادي الاهلي وليس اشخاص او مجالس ما هو سؤال انت يا محمد فاروق راجل عضو عام جوه النادي الاهلي ايه اللي هتستفيده من ده غير اللي انت بتقول عليه مالكش اي استفاده ثانيه خالص يعني انت عشان كده بتتكلم لما بتقول انا بتكلم لصالح النادي الاهلي اه بتتكلم للنادي الاهلي فعلا لانك انت مش هتاخد من ده حاجه لا تاخد حته ملعب ولا تاخد ترابيزه انت بالعكس انت احساسك ان ده المكان اللي انت بتنتمي ليه هو ده اللي بيحفزك انك تشتغل الجزئيه دي صحيح. عشان تعليها صحيح. مع سين مع صاد ايا كان احنا مالناش دعوه بالمسميات زي ما انت بتقول طيب كنت بتقول بتحذر بقى. الخطوره بقى اللي انا قلت لك عليها امبارح وباكد عليها النهارده البيروقراطيه بس جمله ما هو خد بالك كله بيطلع انت يتكلم انت لسه خايف من البيروقراطيه؟ طبعا كله طالع بيتكلم يا استاذي الفاضل وحاطط جنب كلامه جمله واحده في حاله الحصول على التصاريح انا ما هي دي النقطه خلي بالك ما هو جزء من الجمهور قال لك طب ما احنا عملنا ده في المؤتمر الاقتصادي ولكن في فتره ودي اللي انا كنت عايز اسالك فيها فتره اكيد الشغل بتاع الماكت وشغل التصاميم الهندسيه والفاسيلتيز والتفاصيل اللي جوه الاستاد من بقى مول سينما ملاعب جامعه مستشفى ما كل ده يا جماعه ياخد وقت طب ماشي اوكي بس لكن نسال سؤال يعني كمل بس الجزئيه دي يا استاذ خالد وهرجع للحته دي اتفضل لان الناس بتقول اشمعنى التوقيت ده بيبتدي المهندس محمود طاهر يقول او يعلن على تفاصيل الاستاد خلينا اكلمك في حته البيروقراطيه وارجع لها دي بقى تمام اوكي ماشي نرجع لك شكل الاستاد يعني طبعا شفته امبارح يعني حاجه جميله يعني حاجه جميله على فكره والله وكل المصريين هيفرحوا قوي اما يعني في ماتش دولي وتضطر الدوله انها تعمل فيه ماتش المتفرج اللي جاي من الاسماعيليه اللي جاي من بورسعيد اللي جاي من محله من اسوان من شرم من اي مكان جاي يدخل هيبقى سعيد جدا جدا انه داخل المكان ده لانه في النهايه يقول لك المكان ده في مصر صحيح. حتى لو اللي عامله النادي الاهلي المكان ده في مصر يعني انت بره يقول لك ايه ده في مصر حته ملعب الاول ده في مصر حته ملعب كذا بتاع النادي الاهلي لكن اول حاجه بتتنطق اسم مصر فده لمصر عشان كده انا لما بتكلم في حته البيروقراطيه دي بقصد ايه بقى انه طالما ده يعني ده منتج مصري ويعلي استثمار نادي اهلي اللي هو برضو جزء من الوطن او هو مؤسسه من مؤسسات الوطن ليه الدوله بقى ما تتكاتفش صحيح وتتلم سوري تتلم يعني تتجمع يعني مع بعضها عشان ما تفهموش بس تلم دي بمعنى كل الوزارات المختصه بالتصاريح والكلام ده تقوم تساعد النادي الاهلي بكل ما اوتيت من قوه وفي اسرع وقت احنا هيبقى قدامنا مشكله التمويل طبعا انا مش هعرض دلوقتي اقول او مش هتكلم في ان شاء الله المفروض في حاجه ان شاء الله يبقى في اخبار كويسه بالنسبه لقصه التمويل مش هنتكلم فيها مش هنسبق الاحداث لكن انا اشوف برضو انه اكيد في مليون وسيله كابتن محمد تدخل لي قرش علشان ابدا يعني افعل الحدوته دي واكيد مجلس الاداره المتواجد دلوقتي اكيد مش ممكن هيبقى عنده كل ده وما عندوش بوابه واثنين وثلاثه واربعه من ابواب التمويل استحاله يعني لازم يكون عنده دراسه واثنين وثلاثه ازاي هيبدا يمول لانه مش معقول هعمل كل الماكيت ده واجيب الناس دي ويبقى هو ده خلاص الشكل العام بتاعي وابذل كل المجهود ده
وما عنديش فكره التمويل. فيبقى انا محتاج اكسر القوانين الجامده، الدوله تساعد بكل مؤسساتها علشان نطلع هذا المنتج الجميل، زي ما الدوله كلها بتساعد عشان نطلع المدينه الاداريه الجديده. ما انت بتبذل مجهود عشان هتعمل حاجه جديده في مصر، صح، اسمها المدينه الاداريه الجديده. صحيح. وبالتالي هذا يعني مش هقول لك طبعا على قدر المدينه، لكن لا يقل في 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 قيمته وقدره واهميته برضه بالنسبه للدوله، بما يدعو انك انت لازم تحط ايدك في ايده، يبقى في حاله استثمار ممكن الدوله نفسها هتستفيد منها. يعني انا يمكن من دراستي للتسويق الرياضي يا استاذ خالد، يعني انا درست هذه الجزئيه، انا شايف ان النادي الاهلي بوجود هذا الاستاد هيعمل طفره في يعني في الرياضه المصريه رقم واحد وبالنسبه للانديه المصريه، وفي نفس الوقت ما انت لا تتخيل النادي الاهلي اصلا براند. طبعا يعني طبعا كاسم طبعًا هو طبعًا براند. هيعلى قد ايه بوجود استاد خاص بيه، هيعلى قد ايه فعلا من القيمه السوقيه والتسويقيه بالنسبه لاسم النادي الاهلي. يا جماعه لازم تبقوا فاهمين ده حلم للجمهور عشان يبقى متواجد، دي حاجه، وان انت تستفاد منه في ان ضخ المال بالنسبه لخزينتك عشان تقدر يبقى عندك فريق كويس، تشتري كل حاجه، تشتري تخدم اعضائك، تخدم جمهورك والكلام ده. الاستاد ده قد ايه هيبقى فعلا هنستفاد منه بشكل كبير كاهلي وكمصر طبعا بشكل كبير. انت لما وصلت لمونديال الانديه فرقت معاك جامد قوي، يعني اسم بس انك مجرد ما وصلت لكاس العالم للانديه ولعبت مع ثلاث اربع فرق، العالم كله اتكلم عليك واصبح ليك قيمتك التسويقيه. لما خدت بس لقب نادي القرن الدنيا كلها اتحولت بالنسبه صحيح. لك تمام. الناس لما كانت بتيجي من بره تخش النادي الاهلي من فتره كان بيقول لك احنا اول مره نشوف حاجه زي كده. طب لما تيجي النهارده وتشوف الاستاد ده ده انت استاد القاهره اللي هو احنا بنعتبره يعني التحفه بتاعتنا، لما يبدا تقيسه بقى وتقارنه بالتحفه دي، لا هتحس ان في فارق، هتحس ان في نقله. انت طبعا بتتكلم في التسويق الرياضي، احنا مش هنقدر نتكلم دلوقتي في الاستثمار ولا في التسويق الرياضي، لكن من المؤكد وفي صوره عناوين طبعا لا ده هيجيب ملايين الملايين. انا مش عايز اقول ادخل في عشان اقول لك يا عم ما تبالغش وما تزودش، لكن لا، ما انت عقبال ما يبدا يجيب هتبقى قصه الملايين دي اصلا قصه قليله. يعني احنا في العصر دلوقتي لما بتيجي تتكلم مع حد تقول له ملايين، ما عادش حاجه اسمها ملايين. يعني عشان تبدا تبني مؤسسه او تبني منشاه او تبني حاجه جديده بتتكلم في مليارات. صحيح. فانا طبيعي جدا اقول لك النهارده ان الاستاد ده يقدر يدخل النادي الاهلي مليارات. صحيح. اذا يعني تم استحسان طريقه التعامل بيه، وده يعني مع الناس اللي عملت ده وارد بنسبه كبيره جدا ان هم يقدروا يعملوا الاستثمار اللي يعلي هذا الكيان يعني. يبقى احنا بنتفق على اهم حاجه قبل ما نروح بقى للجزئيه اللي انت عايزها، انه بندعو كل مؤسسات الدولة تاني ثالث ورابع، لان دي هتبقى الـ 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 الازمة اللي جاية، وبندعو كل من يستطيع ان يساهم بصورة او باخرى بفكرة او برأي او بتوجه للبدء في تنفيذ هذا المشروع ما يتأخرش. ما يتأخرش. على فكرة احنا يعني انا دايما بيراودني القصة بتاعت انشاء الفرع الجديد بتاع قناة السويس، لما الرئيس قال ايه عايز 60 مليار والناس هتاخد فلوس. جزء من التفكير، يعني مش بقول لك اعمل ده، لكن في جزء من التفكير. زمان كان دم اقتراح انك تشتري وتحط اسمك على تشتري اسهم. هو هي دي الجزئيه اللي اعتقد هيتم التمويل عليها بشكل كبير بالظبط، اللي هو البي او تي يعني بالظبط كده. هو ده شيء جميل جدا يعني. انت كمان تقدر تقترح يعني حاجات انه ممكن يبقى فيه حاجه انت برضو تكسب من وراها. يعني اعتبره مشروع بيزنس بالنسبه لك، زي ما هو مشروع بيزنس للنادي الاهلي، انت اعتبر نفسك وانت داخل كمان انه موضوع بيزنس بالنسبه لك. يعني اعتقد انه لو الناس حست بقيمه الموضوع الناس كلها هتتحرك والناس كلها هتشتغل، لانه انت يعني مش سهل قوي انك فجاه يبقى عندك حاجه زي ده. طبعا يعني حقيقي. كلمه المهندس نجيب سوري امبارح هو بيتكلم على ان الموضوع مش سهل، يعني ده رجل اعمال كبير بخاص كمان في جزئيه الانشاءات بشكل كبير. طبعا ان التحفه المعماريه اللي احنا شفناها وده حلمنا، الموضوع مش سهل. ركز على دي امبارح جامد، وقت من البنى، التفاصيل اللي فيه من انشاءات جوه وبره، الشكل الهندسي عشان يطلع بالشكل ده موضوع مش سهل. انت النهارده لو عايز، سوري يا محمد يعني فضل. برضو الناس لو بتسمعنا، حضرتك لو عايز النهارده تغير في حمام انت بتاخد لك مثلا بتاع شهر.
صحيح. يعني معلش انا اسف بس انا بوصل المعنى اقرب معنى للناس في البيوت يعني. صحيح. اقرب حاجه صحيح. تاخد لك حوالي شهر. تخيل انت بقى لسه هتبدا تحفر في الارض عشان تطلع ده المواد اللي جايه على الرياك. طبعا دي حاجات بتتقاس اعتقد بالمليمتر. لان لو في اي خلل في المقاييس هتعرض نفسك لخطوره طبعًا. من جميع النواحي طبعًا. الشرح اللي واحد قاعد بيسمعه امبارح الراجل وعمال يقول لك الماده اللي مش عارف ايه ولازم يكون مكوناتها ايه ولازم عشان بعد فتره بيحصل ايه وعشان الشمس ايه صحيح. ايه ده؟ لا ده يعني احنا بس بيتقالنا ان الامان بالنسبه لجمهورنا كمان هم حاطين فيها احنا خروجهم ودخولهم وحاجات كتير احنا حسب قدراتنا بنتخيل ان القصه ايه؟ احفر ارمي اساس اطلع بطوب بيض اوض قفل لا او اعمل سلالم على شكل مدرجات يا جماعه. بس خالد بقى خلي بالك ودي ممكن كانت بتواجه استاد القاهره في وقت من الاوقات ان يبقى مثلا دخول الشمس الاوضه معينه بشكل معين. ما انت ده مكان رياضي محتاج يبقى للاسف ما اكتشفوهاش غير متاخر. يعني انا بتكلم في حاجات كده ممكن تبقى هندسيه مع شكل معين كده وضع الهواء وضع تقسيمه الملعب تبقى عامله ازاي خلي بالك احنا يمكن وده اللي عايز اخد رايك فيه برضه وعايز اتكلم بقى وهرجع للموضوع ان الشكل الهندسي والتصميم بتاعه الزجاج البلوري اللي بيبقى موجود احنا عندنا احنا كلعيبه بنعاني منها كنا بنعاني منها ان الشمس بتحرق النجيله في يوم ايوه بتلاقيها صفره في الصيف تلاقي النجيله صفره. تحافظ على حاجات زي كده كنت بتعالجها ازاي؟ ممكن يعني حاجات بترشها حاجات لكن دي تم تعالى وانا ما اعرفش حضرتك كنت طبعا موجود وسمعت مني اكتر في هذه الجزئيه كنت في الاستوديو هنا ان الزجاج او الشكل الهندسي اللي فوق ده بيحافظ او بيدخل اشعه الشمس بشكل معين تحافظ على الخضار بتاع الملعب تمام. هي ما هو الناس دي عامله بقى السادات بره يعني مش جايين يجربوا عندنا صحيح. يعني انت مش جايب شركه تحت الظل ولا من تحت مؤاخذه السلم لا ده انت جايب شركه عملت هذا المنتج زي ما يقول لك مثلا الدكتور ده اجرى هذه العمليه مثلا 100 مره نجحت بنسبه 100% فهو ده بالظبط كده يعني انت جايب ناس دخلت الملعب اشتغلوا فعلا وبعدين خد بالك المساحه اللي قدامه هيشتغل فيها بشكل مستريح يعني انت مش جاي في وسط حاجه خانقه لا ده انت عندك مساحه تلعب فيها زي ما انت عايز حتى لما قالوا له قال لهم امبارح انه في مساحات فاضيه كتير عشان عايز يستفيد بيها مستقبلا لو طرحت فكره جديده لو جت فكره لا وفكره كمان قاعات الاجتماعات والمؤتمرات طبعا لا انت يعني هو مش ابتكار جديد بالنسبه للعالم لكنه بتنقل جزء مهم على مستوى العالم لمصر وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا انك انت اخيرا هتقدر تجيب حاجه مباشره احدث حاجه هتجيبها من بره مش لسه هتبدا يعني انت عارف طول عمرنا يا محمد هنا ماشيين ايه زمان حتى في الكوره بقى عشان نقربها لك انت انه بره يبقى فيه معسكرات ومباريات وديه احنا كنا لسه بنلعب هنا الماتشات المنتخب الاصفر والازرق لما بدانا ندخل المعسكرات هم بداوا يسافروا يعملوا معسكراتهم بره بدانا نعمل معسكرات بره هم بداوا يلعبوا ماتشات بشكل معين بدأنا نعمل ده دخل عالم الاحتراف في قمته وثورته الجديده واحنا يا دوبك لو حد فكر يحترف بنموته والموت اللي جاي ياخده يحترف علشان نقول لك يعني ده ابننا وما صدقنا يبقى عندنا لعيب فاحنا دايما متأخرين خطوه النهارده موضوع الاستاد ده شأن يعني الميزه اللي فيه انك مره واحده بتجيب حاجه من بره بنفس درجه الجوده والعظمه والروعه تحطها في مصر ده مش غريب على النادي الاهلي فكره يعني. الجامعه الرياضيه بالنسبه للنادي الاهلي ومستشفيات والاكاديميات والفنادق اللي هتبقى موجوده انت محتاج فندق هو الفندق ده لازم الفكره ان يبقى في رجال اعمال في اللي بقى في اوض كونفرنس روم اوضه اجتماعات هتبقى لرجال الاعمال حاجات كتير جدا فاسيلتي زي ما بقول لحضرتك يعني الناس مش متخيله الوضع اللي ممكن يبقى جوه عشان كده هرجع لحته انت اخذت وقت كبير جدا عشان تبتدي تعمل التصاميم تعمل الافكار تعمل ان يبقى في مستشفى في فندق في جامعه في ملاعب تدريبات يعني بتتكلم في حاجات يعني مشروع زي ما بقول هيوج او بالنسبه للانجليز بيقولوا هيوج بروجكت يعني حاجه كبيره جدا احنا بنعملها من خلال هذا الاستاد الكبير يا استاذ خالد يعني انا اتمنى طبعا ان يكون في يعني فيديو مصور التفاصيل كلها يعني طبعا الفيديو اللي اتعرض امبارح فيديو بالنسبه لنا احنا هنلقط منه باعتبار ان احنا يمكن ايه مجمعين الدنيا شويه ومتابعين وقاريين فيه كويس لكن كنت اتمنى ان التفاصيل اللي انت بتقول عليها ديت تبقى يعني متصوره
فيديو اكثر وضوحا. حتى ولو هو كان مكتوب في البرزنتيشن اللي كان موجود اللي كانوا بيعرضوه، بس عوام الشعب طبعا والجمهور ما يعرفش ده، وده بقى بتاع الجمهور. هو احنا بنطلب بس من اداره النادي يبقى معانا نسخه PDF بالنسبه لكل التفاصيل، هو ده، ونعرضها لقناه الاهلي عشان جمهورنا، لان جمهورنا حابب ان ده بتاع الجمهور. صح، يعني ده بقى مش بتاع جمعيه عموميه ولا لا ولا انتخابات، لا 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 ده هنا ده يا جماعه ده بتاع الجمهور ده بالظبط. فالجمهور محتاج يعرف. انت كمان خد بالك، انا راهنت على ان شكل المتفرج هيتغير في الفتره اللي جايه. ده حقيقي. انت خلينا نوصلها ببساطه. انت النهارده لما بتاخد زوجتك واولادك ورايح فرح، غير ما بتكون رايح ماتش كوره، غير ما بتكون رايح مثلا نادي، غير ما بتكون رايح عزومه مثلا مع اصحابك، كل حاجه ليها وضعيه، غير ما تكون رايح تقابل صاحبك على القهوه او على كافيه، غير ما بتكون رايح لواحد في الحاره او رايح مثلا في منطقه يعني راقيه شويه، كل حاجه بتختلف. المتفرج النهارده لما يلاقي نفسه داخل المكان ده، لا انت لما بتقف في مكان شكله شيك وانت متعود ان اي ورقه في ايدك عايز ترميها في اي حته، لما بتبص حواليك كده تحس ان المكان ما ينفعش ترمي الورقه، بتطبقها وتعينها في جيبك. الثقافه هتتغير في الوقت ده اجباري. لما تيجي من بره، وبعدين انت اهلاوي يعني لازم تحافظ على حاجتك ممتلكاتك، ده دي اساس جمهور اهلاوي، لا سلوكك كمان اهلاوي في اي حته سواء ممتلكات او غير ممتلكاتك، دي ثقافه يعني. فانت لما تيجي النهارده شايف المنظر ده، لا انت مجبر على انك انت تبقى يعني عايز تغير شكل هدومك اللي انت داخل بيها، عايز تحس وانت داخل انك داخل في وسط مجتمع راقي مفيش همجيه، مفيش حتى الالتراس هم داخلين هيدخلوا بشكل اكثر هدوءا. يعني لا ده يا جماعه حاسبوا بقى، لا ده احنا داخلين مكان لازم نحافظ عليه، ده احنا داخلين كاننا داخلين نقعد في الانتريه بتاع الشقه او في الصالون اللي ايه اللي والدتك او زوجتك بتقول لك ما حدش يقرب منه، لا ده انت داخل يعني نفس الحدوته، داخل بشكل هادي واخد بالك من كل كلمه بتقولها، حاسس ان في كاميرا بتصورك. طبعا موضوع الكاميرات ده هيبقى هو اساسي، استاذ زكي، هو استاذ زكي في انارته في كل تفاصيل الابلكيشن، وانت ممكن تقدر تحجز من خلاله تطلب بالظبط حاجه بالنسبه لك عايز تشربها كل بالزبط. ده وانت ما هي دي بقى، ما هو انت كده نقلتنا يعني المتفرج نفسه لسه هيقول لك انت رايح بيا فين، خليني بس الاول اطمن على الكرسي الاول، اطمن على الدق. طبعا بقول لك التفاصيل دي بتجيب الراجل بتجيبه من انه بيدخل بخناقه وعسكري وخرزانه وزق ومنحيه، والملعب الماتش الساعه 8 بيكون في الاستاد من الساعه 2 في عز البرد بيطلع عينه او في عز الحر بيتحرق في الحر، طبعا الملاعب عندنا مكشوفه، لكن حاطط جورنان فوق دماغه او كاسكته او شمسيه او شويه جايبين ملايه وحاطينها فوق دماغهم، انت بتخرجه من ده الاول انه هينزل بعربيته عادي او نازل بباص عادي داخل الملعب بشكل هادي وعادي، وهيقعد في مدرجات في اي وقت وتذكرته مرقمه، وهيقعد عادي على كرسي شكله نظيف، يعني هو بس الاول عايز يقتنع انه في الماضي. فيعني بالراحه عليه، ما تروحش قاعد من كده وتقول له بقى انت هتقدر تطلب والنت مفتوح ولا لا. الراجل اتكلم، خلي بالك يعني دي حاجه بتبسطنا، وهو وانت والله يا جماعه الماتش بعد كده هيبقى فسحه مش ماتش كوره رايحه تتفرج متعصب. والله انا قلت لك امبارح وده هيحصل، ثقافتك وانت بتتفرج على الماتش هتتغير. هتفضل اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي، عندك عصبيه الملعب وعندك الغيره على فريقك وعايز تكسب وعايز، ولكن انت نفسك ثقافتك هتتغير وانت بتشجع. يعني هتلاقي نفسك تقول لا انا لازم اكون محترم. انت وانت قاعد في المكان، لا انا لازم اكون محترم. لان احيانا البيئه اللي حواليك تفرض عليك واقع معين. طبعا. يعني زي ما قلت لك قاعد على قهوه في حته شعبيه بتبقى شعبي شويه، مش مقصودش فيه اهانه، ولكن اللغه خلاص هو الموقف بيتطلب ده، لكن لو انت قاعد على كفيف في منطقه راقيه بيختلف شويه، لو انت قاعد في صالون معين بيختلف شويه، لو انت قاعد في وسط بعض الناس الاصحاب مثلا الوضع الاجتماعي الراقي بيختلف شويه، كل حاجه بتغير من اسلوبك وتغير من فكرك. صحيح. فده اللي انا يعني متوقعه ان شاء الله، ان حتى ثقافه ال سنه من شبرا الله يستر خير، يعني كلنا بولس اجدع الاعداد كله. طيب عايز اكلمك على يمكن هم راعوا حاجه مهمه جدا في الشكل الخارجي بالنسبه للاستاد لاستاد النادي الاهلي، حته جزئيه النسر، ودائما حتى لينا اغاني خاصه بالنسر الاهلي علق عالي يا نسر. انا عايزك تجاوب لي على الـ 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 الجزئيه دي. خلينا نطلع لفاصل واستقبل ناخد الراديو استاذ احمد الشامي ونتكلم احنا الاثنين. المفروض احمد يتعاقب ويقعد يتفرج علينا بره. نسر هو اتاخر بقى، انت عارف الطرق بتاعته ايه ده عامله ازاي. خلينا نروح لفاصل واستقبل ناخد الراديو استاذ احمد الشامي.